بهدف إذن يفرح أنصار الواك هنا بمدينة العيون وكذلك الذين يتابعون طوال هذه المباراة. إذن لم يتأخر رد فعل فريق الواك، وكما نتابع هدف التعادل يأتي من أقدام أجدو، يسجل طبعا الهدف بعدها أن ارتدت الكرة من الحارس نور الدين الصويبي، يستغلها بنجاح أجدو ويوقع بذلك هدف التعديل لفائدة الوداد. إذن ديو كاستا ليتنفس السعادة هنا بمدينة العيون بعد هدف التقدم الذي سجله فريق شباب المسيرة، واحتفالية كبيرة في المدرجات من طرف عشاق فريق الواك. الوداد وخطأ من طرف الحارس الصويب يكلف فريقه هدف ثاني بالنسبة للوداد. إذن فابريس أونداما يستغل هفوة من طرف حارس مرمى فريق الوداد ويسجل الهدف الثاني بالنسبة لفريق الوداد الرياض البيضاوي. إذن فابريس أونداما الذي نعاين في الصورة هدف وخطأ مجاني نعاين، يستغله بنجاح المهاجم فابريس أونداما ويوقع بذلك الهدف الثاني لفائدة فريق الوداد. والهدف الثالث الودادين، إذن هدف ثالث الودادين، وبذلك ينهي فريق الوداد أحلام شباب المسيرة للتأهل ربع نهائي كأس العرش. إذن فريق الوداد البيضاوي تابعنا كيف يراوغ مراد لمسن، تصطدم بالعارضة وتعود من جديد، ويستغلها من يستغلها هذا المارد فابريس أونداما، وبرقصة إفريقية محضة يحتفل بالهدف الثالث فابريس أونداما. إذن يؤمن النتيجة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، وبذلك يهدي طبعا الفوز المهم بالنسبة للوداد في مواجهة اليوم. طبعا فريق شباب المسيرة ظهر بمستوى جيد، لكنه واجه فريق كبير وعملاق له تجربة كبيرة على مستوى المباريات الدولية وكذلك على صعيد المشاركة الخاصة بالبطولة الوطنية وكأس العرش. هدف رابع للودادين، إذن الهدف الرابع للوداد، وينهيها بشكل رسمي وكبير المدافع أيوب الخالقي، يهدي فريق الوداد هدف رابع ويؤكد الفوز المهم الذي بصم عليه الوداد في مواجهة اليوم. تابعوا أخطاء دفاعية بالجملة في الوقت الذي بحث فيه لاعبي فريق شباب المسيرة من أجل تقليص النتيجة. يأتي الهدف الرابع بالنسبة لفريق الوداد